بص يا صديقي، احنا اتفقنا مع بعض الفيديو اللي فات اتفاق جنتلمان ان انت ما تطلبش من برشلونه انك تشوف اداء كويس، ما ننتظرش من منظومه كيك 60 ان هو يعرف يطلع اداء كويس من اللعيبه الحاليه، بس مش لدرجه ان احنا ننزل قدام لجان الشوط كامل مش مضيعين غير كره واحده بس، وكمان تصويبه الهدف اللي بيحرزها انسو فاتي وتبدا الشوط الثاني تيجي مغير انسو فاتي اللي هو اساسا انسو فاتي مفترض ان هو الشخص الوحيد اللي بيعرف يتعامل مع لعيبه لجانس علشان خاطر هو الوحيد اللي عنده سرعات، تيجي انت تبدا بتغيير بيه ازاي؟ مش مشكله خالص انك بدات براكاتيتش وبدات بارسول، لان مفترض انك قريت الماتش كويس وقريت ان اجيري الناحيه الثانيه هيلعب لك بجيم دفاعي مطلق علشان خاطر يرخم عليك، وخصوصا يعني ان هو عارف ان نص الملعب بتاعك بحف شويه في الابداع الهجومي، وفي حته ان انت تبدا براكي وارسول كانت فكره ممتازه، لان مفترض ان الاثنين دول بيعرفوا يطلعوا كره لقدام وبيعرفوا ان هم يخترقوا من العمق، ده زمان الكلام ده، يخترقوا من العمق ويعرفوا ان هم يصنعوا لعب. انا عارف ان الكلام اللي انا بقوله ده كان من سنه او من سنتين او ممكن يكونوا من ثلاثه بالنسبه لراكي، بس يعني ارسول بصراحه مستواه مرزي جدا. اما في حته ان الناس قاعده تتكلم على انطوان جريزمان وجريزمان كان ليه تايه، يمكن لان ما وصلتلوش كوره الشوط الاول، يعني ممكن مثلا وارد يعني ان هو الشوط الاول كان تايه تماما، خصوصا يعني ان اجير الامانه عمل جيم تكتيكي جيد نوعا ما، ان هو يلعب قدام برشلونه بخمسه واحد ثلاثه واحد دي كانت فكره ممتازه، وخصوصا حكايه ان انا العب روبن بريس دي كادفندر قدام الخط الخلفي، بصراحه كانت فكره عبقريه ان انا العب بليبرو قدام الدفاع، دي بصراحه كانت فكره ممتازه، خصوصا ان الراجل كان ممكن تقول ان هو كان بيلعب مان تو مان على ارسور، مان تو مان على راكيتيتش، اي حد بيحاول ان هو يخترق من العمق كان بيلاقي روبن بريز في وشه، فروبن بريز الراجل كان عامل دور ممتاز جدا في الشوط الاول، كل ده كان في كفه ولعيبة برشلونه والباصات التقليديه اللي هي عماله تعملها لبعض في كفه ثانيه خالص، اللعيبه بتاعتنا مستعده تقعد تباص لبعض طول اليوم، ما عندناش اي مشكله. لحد ما تظهر ثغره، ما ظهرتش ثغره هلعب ليليو، ما احنا ماشيين مبدا العب ليليو بقى لنا 3 سنين والله اعلم هنفضل ماشيين بيه لحد امتى. انا بقى مشكلتي ان احنا بعد ما جبنا الجون الاول ليه انسو فاتي يخرج؟ يعني ليه ده المتنفس الوحيد اللي بيجري عندك؟ اي نعم كنت بلاقي ان جونيور فيربو بيجري معاه، وكنت بلاقي كمان ان جونيور فيربو بيعمل سويتش معاه، سبحان الله جونيور فيربو هو اللي كان بيخش جوه على 18 وكنا بنلاقي ان يوسف فاتي هو اللي بره. اما ناحيه اليمين فناحيه اليمين ميسي كان كالعاده يعني بيخش جوه براحته ويطلع على الطرف بره خالص براحته وينزل نص الملعب براحته. سيرجيو روبرتو مش اول مره تشوف ان سيرجي عنده مشاكل هجوميه، دي مش اول مره تشوفها، حتى ان انت بدات وغيرت الشوط الثاني ونزلت نيلسون سوميدو مكانه عشان خاطر تجيب الهدف الثاني، ده كان مفترض انك تبدا بيه زي ما بدات براكي وبدات بارسوكا، مفترض انك تبدا بسيميدو لان سيميدو عنده جبهات هجوميه ممتازه، دفاعيا الراجل على قده، ودفاعيا الشوط الاول في موقف دفاعي حصل كان جريمه بمعنى الكلمه، لعيبه برشلونه الاربعه كلهم طلعوا على خط واحد واتضربوا، والله بجد الاربعه كلهم طلعوا على خط واحد ولقيتهم اتضربوا، الكره اللي انقذها لانجلي او خبطت في رجل لانجلي وهو بيجري عكسيا علشان خاطر يغطي الناحيه الثانيه خبطت الكره في رجله والراجل انقذ هدف، ولو الكره دي كانت جت كانت هتحصل مشاكل، وبرده الكره بعدها من جريرو برده بتغطيه سيئه جدا من جونيور فيربو، الراجل كان هيقدر ان هو يحرز هدف بس الكره جت في العارضه. عملنا شوط اول سيء نوعا ما، قلنا عادي ما عندناش مشكله، متعودين على الاداء المنال ب 60 نيله ده بقالنا فتره طويله، مش نخسر حاجه، هننزل الشوط الثاني كسبانين، بس اكتر حاجه بصراحه بتقلقنا في جمهور برشلونه هي الركود والملل الغير طبيعي اللي موجوده بالنسبه للعيبه، لعيبه ما عندهاش روح ما عندهاش حماس، حس الفرقه عندها مشاكل كتير، يعني سيبك من اللقطه اللي انتشرت حوالين ان ميسي ما سلمش على راكيتيتش وهو داخل وكان بيسلم على لعيبه الفرقه كلها ما عدا راكي، ميسي مش طايق راكي بسبب موضوع نيمار والكلام ده قديم، بس انك تحصل انقسامات في الفرقه مشاكل جوه الفرقه الموضوع زياده عن حده، خصوصا يعني ان الفرقه ايقاعها ورتمها جوه الملعب سيء جدا وبطيء جدا، وبطئه ده بيدل على ان الفرقه اغلبها عدت ال 30 سنه، بس مع الاسف الشديد مش هنفوق للازمه دي غير لما تحصل كارثه، وما نتمناش ان الكارثه تحصل عشان الواحد مش ناقص حرق الدم. الشوط الثاني بقى تحس ان خلاص يعني بعد ما جبنا الجول الاول خلاص انا بدات افكر في الماتش اللي جاي بتاع اتشيبيليه اللي هو يا واد احنا ماشيين بالستر بتاع ربنا، بتفكر في الماتش الجاي ازاي؟ اللي هو حبيبي احنا ماشيين بالستر والله، لا احنا هنفكر في الماتش الجاي، طب الماتش الجاي طب هنعمل ايه الماتش ده يا عم الحاج؟ بصوا انا سيبوني بقى انا وانا هرجع العب براكت فيندر تاني اللي هو يخرب بيتك يخرب بيتك بجد، الفكره دي جربها الراحل ارنسو فالفيردي حته ان هو يلعب براكي كاتفندر، ممكن تكون بتريح فرانكي زي ما قلنا فكرت في الماتش اللي جاي، بس ليه طيب يعني ليه راكي يلعب ديفندر؟ كنت ممكن في اي مرتده تلاقي نفسك لبست التعادل، ولو لبست التعادل كان الموضوع يبقى صعب جدا. خدنا ضربه جزاء وميسي جابها، الكره الوحيده اللي اتبصت لانطوان جريزمان من سيميدو جابها جون، اللي هو الله ما جريزمان بيعرف يجيب جون اهو، يا حبيبي ما فيش كره رايحه له، هيجيب جون من الهوا يا ابني، يا ابني في 4 3 3 يا حبيبي كله بيستنى الدعم لعيبه خط النص، لو لعيبه خط النص في 4 3 3 وقع خلاص
انسى، لا هيحصل لها اي حاجه. والتغيير برضو بتاع لويس سواريز، يعني من غير سواريز وهو اللي ينزل، اللي هو احنا محتاجين حد بنص الملعب يعرف يطلع كوره وباص واللي قدام، اللي هو احنا مش محتاج فروق تنزل فروق، هتنزل خمس فراوله، طب مين اللي هيلعب للخمسه؟ نزلت انت دلوقتي لويس سواريز، فرق ايه عن جريزمان الشوط الاول بذمتك يعني؟ وصلت له كور؟ لا ما وصلتلوش، ليه؟ ما انا عندي مشكله في نص الملعب، حتى لما غيرته ونزلت فيدال ولما نزلت كمان ريكي بوياج علشان خاطر يلا يا جماعه اي حد عنده حلول، ما لقيتش ان حد عنده حلول. كل مره بلاقي ان لعيبتي عندها مشاكل في ايجاد حلول، ما عنديش حد بيخترق زي نيستا، ما عنديش حد عنده عين ثقبه بيعرف يبص زي تشافي، ما عنديش انا الكلام ده، انا عندي لعيبه عاديه وراديكاليه جدا، تاخد الكره من هنا حطها هنا، من هنا حطها هنا، رجعها. بصوا بقى احنا بس لميسي اللي هو يا فرحتي، ده احنا لما ميسي بطل هنقعد نلطم. وميسي صراحة ربنا كرة ضربة الجزاء عمل راجل مجهود عالمي، وعايزك تفهم حاجة معينة، تقييم برشلونة كفريق غير تقييم ليونيل ميسي كموهبة، وموهبة عظيمة جدا، وإن الراجل هيفضل أسطورة لحد آخر يوم بيلعب في كرة القدم، بس الكرة مش لعبة فردية، أنا مش هقعد أقيم فرقتي على أساس إن ميسي النهاردة حلو يبقى الفرقة زي الفل، ميسي النهاردة وحش يبقى الفرقة عندها مشاكل، لا أنا بقيم كجروب ومجموعة، ميسي حتى لو كان هو القيم بتاع الفريق، حتى لو كان هو النجم الأوحد، بس مع الاسف الشديد في وقت من الاوقات تلاقي ان انت محتاج دعم من اصدقاء، محتاج دعم من لعيبه، محتاج انك تشوف خط النص هيبقى عامل ازاي. مش كل مره هلاقي ان ميسي بينزل لحد نص الملعب علشان خاطر يبدا هجمه اللي هي مفترض تكون مهمه لعيبه خط النص، مفترض ان برشلونه بيجمع 11 لعيب من نجوم العالم، لما الاقي دلوقتي ان ميسي بينزل علشان خاطر يغطي مجهود لعيبه نص الملعب اللي هي مش عارفه تعمله اساسا، فلا انا عندي مشكله كبيره جدا. انا كميسي وتقييم لميسي، ميسي ما عندوش مشاكل، انما برشلونه كتيم عامل مشاكل كتير قوي، وخصوصا ان مدربه بيقرا جامات تانية خالص، الموضوع صعب جدا بالنسبه لبرشلونه كفريق. اما كميسي هو الامل الوحيد اللي ممكن يخلي برشلونه تتوج بالدوري السنه دي هو ليونيل ميسي، اما كمنظومه فاللهكم في عنا. انا نسيت اقول لك في اول الفيديو ان انا اسمي اسلام حنفي، ودي كان اسمها اسلام حنفي، ومش تخسر حاجه لو عملت لايك او سبسكرايب، بس انا كنت بس عايز افهمك حاجه بسيطه. اللي حصل الشوط الاول هو نتاج لريتم بطيء جدا كان موجود في الفرقه من فتره طويله، ونتاج كمان للعيبه عندهم مشاكل كتيره قوي في بدايه الهجمه. ومبروك يا اسطى، والف الف مبروك، وما تستناش اداء لحد الدوري ما يخلص، وربنا يستر ونعدي المعمعه اللي جايه دي على خير.